وليا أكيد هلأ حننتقل لمساحتنا الأخيرة لليوم، وحنحكي عن جهود الفئات الشابة التي تسعى لتحقيق النجاح على كافة الأصعدة. راديا سوريات سابقا ومؤسسة موج حاليا، مبادرة مجتمعية لمعالجة قضايا مجتمعية تنموية خاصة بالنساء والشباب السوري. نتعرف أكثر عن هذه المبادرة، نستقبل ضيفنا جعفر شكاس عضو في الفريق الإعلامي لمؤسسة موج والأستاذة فاطمة رومية. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم. بالبداية مع جعفر حضرتك، خلينا نحكي بالبداية عن راديو سوريات يلي هو نشأ بعام 2014 وبنهاية عام 2020 واستبدل إلى مؤسسة أمواج المرخصة التي تعنى بالنساء السوريات والفئة الشبابية. خلينا نحكي أكثر منذ البداية مع راديو سوريات. بداية صباح الخير. صباح النور. راديو سوريات انطلق كمبادرة إعلامية لتعزيز دور النساء ولحتى يكون كمنبر للنساء بالمجتمع. قام على العديد من المبادرات وعلى التطبيقات اللي بتهدف لهذا المشروع، ونهاية تم استبداله أو أنه انطلاقه بالحاجة المجتمعية المتزايدة. تم إطلاق مؤسسة موج اللي هي مؤسسة غير ربحية للاستكمال هذا الدور ولإشراك فئات مجتمعية أكبر. كان هو مش فقط مخصص للنساء وإنما لكل الفئات المجتمعية من رجال وشباب وحاليا لليافعين عبر العديد من المبادرات والمشاريع اللي عم يطلقها. أكيد يمكن اخترتوا اسم موج ليوصل صوتكم لأبعد مدى. خلينا نحكي عن موج، خلينا نحكي عن المبادرة، شو هي، كيف بدأت، خلينا نحكي عن كتير أشياء بهالمبادرة. تمام، مثل ما حكى جعفر، هي موج اجت نتيجة يعني زيادة الحاجات المجتمعية وحتى نستهدف شرائح أكبر بالمجتمع السوري. فحاليا موج بتشتغل على 4 برامج. البرنامج الأول هو دعم التعددية والتماسك المجتمعي، البرنامج الثاني هو تعزيز مشاركة الشباب والمرأة بالحياة العامة بشكل عام، البرنامج الثالث هو تبني وإنتاج أعلام حساس للنوع الاجتماعي، البرنامج الرابع هو ضمان استدامة الموارد المتاحة. حاليا بموج نحن عندنا مشروع اسمه مشروع طريق، هو بيندرج ضمن البرنامج الأول دعم التعددية والتماسك المجتمعي. هدف المشروع هو تعزيز مشاركة دور الشباب من الجنسين بعملية التنمية المحلية. كيف ندعمهم؟ عن طريق تدريبهم وتطوير مهاراتهم وتقديم الدعم الفني واللوجستي لهم. بالنهاية بس يخلصوا هاي التدريبات هنا حينفذوا مبادرات تنطلق من حاجات مجتمعية بمجتمعاتهم الخاصة. مبدئيا نحن عم ننفذ المشروع بالقلمون الغربي بمدن يبرود والنبك والقلمون. نعم. خليني ارجع لعندك جعفر وخلينا نحكي اكثر. يمكن بكل شيء بنعمله بحياتنا في له هدف، في له يمكن توجه. اليوم ذكرنا بعض النقاط مع فاطمه انه نحن الغايات من المبادرات وشو هي ابرز المناطق يلي مستهدفينها، ولكن خلينا نركز على الهدف الاساسي وخلينا نركز ليش نحن يعني دائما نحن بندرس المجتمع هو شو بحاجه ونحن بننفذ هذا الشيء، ليش نحن كان توجهنا الى الفئه الشبابيه وشو الهدف من هالشيء؟ هلا بدايه انت لما بدك تعملي اي شيء اي مشروع بالحياه فانه تبلشي من البدايه اسهل عليك من انه تجي بالنص او بالنهايه، فانت لما بتدربي فئه الشباب واليافعين على الانخراط بالمجتمع، على المشاركه بالشان العام، بالحياه العامه، اسهل من انه تجي ناس تربت او تحجر براسها عمرها 50 او من فوق هيك اعمار، تربت انه على الانغلاق، تربت على الانقسام الطبقي، اي شيء، فانه تبلشي بهي الفئه انه تمشي معها خطوه بخطوه، فانت نهايه رح يكون مشروعك ناجح، انت هي الفئه رح تكون مستقبلا هي اللي تقود الحياه العامه، فالتركيز على الشباب كان من هذا الهدف، لحتى ندعم نحن بالنهايه التماسك المجتمعي وكيفيه الانخراط بالحياه كيف العامه. كيف ندرس المبادره؟ دراسة المبادرة بداية كانت انه حاليا مثل مشروع طريق، فبداية كانت
كيف يكون انه مفهوم المواطنه مثلا، نحكي عن مفهوم المواطنه، ما حدا بيعرف شو هو المواطنه. انا اذا بدي كمبادره او انا كشخص مبادر لوين كمبادر لوين بروح او شو الشيء اللي لازم بلش فيه. فكان عندنا مفهوم المواطنه، مفهوم الاداره المحليه، مفهوم الاشراك المجتمع المحلي بالمبادره. نحن لما بدنا نحكي عن شيء مستدام، فاذا ما كنا مشركين المجتمع المحلي ما راح يكون عندنا استدامه ابدا. طلعت كثير مبادرات، خلينا نحكي على مستوى مدينه النبك بالقلمون، طلعت كثير مبادرات وتستمر شهر شهرين، يوقف الدعم عنها تنتهي. بينما نحن لما بنوجه هي الشباب انه تروح للمجتمع المحلي تشركه، فهو بصير شريك معه بهي المبادرات، فاكيد نحن راح نحصل على استدامه دائمه لهي المشاريع. هلا خلينا ننتقل على اهم المشاريع اللي انتم فيها، اهم النتائج اللي طلعتوا منها، يعني شو هي كانت بصمتكم خلال هالفتره من 2014 لحد اليوم، وشو هي الصعوبات اللي واجهتوها؟ هلا من اول انطلاقه راديو سوريات لليوم صار في كثير مشاريع، منها كانت اعلاميه ومنها تنفذت على ارض الواقع. تمام. كان في مشروع ضمه ورديه اللي هو بيستهدف الصحه الانجابيه لدى النساء، في مشروع خالف تعرف اللي هو بيدعم تقبل الاخر المختلف مهما كان نوع الاختلاف، انتي نمطيه بفتره تفشي وباء كورونا، كمان كان في حمله بالجوفيد خليك مفيد اللي هي حكت اكثر عن سيكولوجيا الوباء وتاثيراته النفسيه يمكن اكثر من الصحيه، وعن تاثيره بشكل خاص على النساء بشكل عام والنساء العاملات بشكل اكثر خصوصيه. حاليا عندنا مشروع طريق مثل ما حكيت، مشروع طريق عم يتنفذ بمدن القلمون الغربيه. هلا عندنا ثلاث مبادرات بهي المدن عم تتنفذ، مثلا مثل مدينه يبرود في مبادره اسمها نورها، هي انطلقت من حاجه مجتمعيه اللي هي تنوير الشوارع الرئيسيه بالمدينه اثناء فتره انقطاع التيار الكهربائي. كمان من ضمن هاي المبادره في جلسات توعيه لليافعين واليافعات بخصوص مواضيع الحمايه المجتمعيه. كيف عم تلاقي التفاعل معكم؟ هلا مبدئيا اول شيء مثل اي مشروع تنموي بنلاقي صعوبه انه العالم شوي بتتجه للاتجاه الاقتصادي او المادي، مثلا جمعيه مؤسسه نوين السله الغذائيه، بس نحن مشاريع تنمويه. تمام. فبس اول شيء كان بدايه الصعوبه انه توصل الفكره، يعني هن الفكره انهم يجوا على التدريبات يحضروا، فهن لحالهم حيحبوه حيتابعوا. او مثل ما حكى جعفر، طالما اشركنا المجتمع المحلي بهي المبادرات فهيك نحن انه حطينا رجلنا مثل ما بيقولوا على اول الطريق لحتى نضمن استدامتها، حتى ما صاروا مسؤولين فيها فهن بيقدروا يتابعوها. الصعوبات اللي عم تواجهوها انتم كفريق اليوم؟ هلا في مثل اذا مشروع طريق المبادرات فهو المجتمع عنده كثير حاجات. تمام. فكانت بس الصعوبه بتحديد نوع الحاجه اللي نحن بدنا نختارها ونحن بدنا نشتغل عليها. الفئات اللي عم نستهدفها مبدئيا بهذا المشروع هي من عمر 20 لعمر 30. هاي الفئات شوي في صعوبه انه كونوا مرتبطين باعمال، مرتبطين بدراسه و الى اخره، وبس هي مبدئيا الصعوبات اللي نحن واجهناها. والمبادرات عم تتنفذ، حتشوفوا نتائجها قريبا. مثل ما حكيت مبادره يبرود هي عن انقطاع التيار الكهربائي، مبادره النبك هي عن نظافه الشوارع، وكثير عم يحاولوا انه يشاركوا المجتمع المحلي بهي القصه، وكمان عندهم دعم اليافعين واليافعات كحمايه مجتمعيه. مبادره مدينه قاره هي انشاء مكان صديق للشباب حتى ينفذوا في انشطتهم وتطلعاتهم بالمجتمع. نعم. جعفر خليني ارجع لعند حضرتك، ودائما يمكن العمل التطوعي هو ازداد بفتره الحرب على سوريا، واليوم شفنا انه شبابنا كانوا قد وقدود. خلينا نحكي عن الفريق اكثر، عن الشباب والصبايا يلي معكم اللي هن متطوعين بيشتغلوا وبيعملوا هاي المبادرات دون اجر مثل ما حكيتوا حضرتكم، ولكن خلينا نحكي مين هن هدول الشباب، شو اختصاصاتهم، على اي اساس هن معكم، وكيف فرقت حياتهم ما قبل التطوع ضمن المؤسسه ومن بعد. صح. هلا بس بداية بدي ركز على فكرة انه الفرق التطوعية او الشيء التطوعي هون بالعاصمة دمشق انه شيء صار معروف. صح. ومنشور بشكل كبير، بينما في القرى الريف مثل عم نحكي على القلمون وكذا فما عندهم هيك فكرة، خصوصي ما طلع على الجامعات او ما طلع لبرا. ففكرة العمل التطوعي كان كتير قليل او فينا نقول شبه معدوم بهيك مناطق. حاليا لما الشباب صاروا كلهم بالجامعات وصرنا نشوف بالفرق التطوعية بالجامعات وكذا، فصار انتشار لهذا الموضوع.
الفريق بيعمل مختلف الاختصاصات، يعني كتصوير، كإعلام، كمنسق ميداني، كموارد بشرية، كأي من هي الفئات صار مقسمين بشكل مناسب. فالفريق عنده كفاءات أكيد، عم يشتغل على الموضوع الإعلامي بشكل أكبر، لأنه حاليا هو وقت السوشيال ميديا والانتشار الأوسع للإعلام. الشيء التطوعي بضيف قيمة أو فائدة للشخص المتطوع، بصير قادر على العطاء أكثر، بنمي مهارات عنده الشخصية، يعني عنده فائدة شخصية وعنده فائدة مجتمعية التطوع. حالياً الفريق مثل ما حكينا عنده مختلف الاختصاصات، حتى انه اذا شخص بده ينضم لهيك فريق او انه مثلا عنده مهارة بده ينميها، فالفريق قادر انه يعطيه من خبراته ويشارك الخبرات معه لحتى يشركه معه ضمن هي الفقرات التطوعية. نعم. والعمل التطوعي بالفريق ما له مقتصر فقط على الفريق، يعني الاشخاص اللي عم يستفيدوا من المبادرات كمان بينضموا، وهيك الفريق بيكون عم يكبر أكثر وأكثر وعم ينشر فكرة التطوع بهيك مناطق. أكيد نتمنى لكم كل التوفيق، نتمنى لكم تتطوروا أكثر وأكثر ولكل المحافظات السورية. شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا كثير لكم للاستضافة الحلوة. شكرا، شكرا كثير، موفقين. ميرسي جعفر، ميرسي كثير لك فاطمة، شكرا كثير لكم، موفقين.